التعقيد على الالتزام من إلى مرحلة تنفيذ الوعود بوضع حد للعنف الجنسي وبوضع حد للعنف ضد المرأة والفتاة وكذلك وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي. بهذه المناسبة باش يتم يعني اليوم مع إطلاق التقرير باش يتم إطلاق تحرك عالمي يدعو السلطات التونسية وموجه لرئيس الحكومة التونسية من أجل وضع حد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأن في السنة الفارطة كان من المفروض الاشتغال على قامة وزارة المرأة يعني بالاشتغال على إصدار أو إطلاق مشروع قانون شامل لوضع حد العنف ضد المرأة، لكن في مجلس وزاري تم تعطيل مثل هذا المشروع ومثل هذه المبادرة. حاليا الدعوة اللي باش يتم إطلاقها اليوم باش تدعي كذلك السلطات التونسية وبالأساس وزير رئيس الحكومة وكذلك باش يتم توجيه منها نسخة إلى وزارة المرأة إلى وزارة الصحة وإلى وزارة الداخلية من أجل اعتماد تعديلات وإصلاحات جديدة على مستوى القانون والممارسة تمكن من حماية ضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. كذلك تطالب بتقديم وتحسين الخدمات من أجل السماح لكامل الضحايا من الحصول على الرعاية الصحية وكذلك على الدعم القانوني والحصول على الوصول للعدالة بشكل آمن. كذلك العريضة باش تكون مطالبة بإدخال تعديلات على المنظومة التشريعية اللي موجودة في تونس، للأسف رغم رفع تونس لتحفظات على اتفاقية السيداو ورغم وجود دستور يعني متطور يضمن حقوق المرأة وكذلك يطالب بوضع حد العنف، لكن للأسف على مستوى التشريعات الوطنية إلى حد الآن ما وقعش مراجعة المنظومة التشريعية من أجل ملائمتها ومن أجل تطويرها كي تتماشى مع الاتفاقيات والالتزامات تونس الدولية. وبالتالي ندعو تونس إلى مراجعة تعريف للاغتصاب، لأن إلى حد الآن القانون التونسي مازال ما يتمشاش مع القانون الدولي في مفهوم الاغتصاب، وبالتالي ضرورة مراجعة الفصل 227 من المجلة الجزائرية. كذلك وضع حد لزواج المغتصب من الضحية إذا كان هي أقل من 20 سنة، وكذلك في حالة زواج المغتصب من الضحية يتم وقف التتبعات، لابد من مراجعة هذا القانون، وكذلك لابد من وقف تجريم العلاقات الجنسية ما بين البالغين أو الراشدين إذا كان ما يكونش موجود عنف. كذلك منظمة العفو الدولية مع إطلاق الحملة هذه فما عنا عديد التحركات بمناسبة 16 يوم من التحركات باش ننظموا عديد التحركات التحسيسية وكذلك من أجل جمع التوقيعات في عديد من الكليات في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك عنا تحركات في مختلف جهات تونس. عنا كذلك ماراثون كتابة الرسائل اللي هو باش ينطلق بداية من 10 ديسمبر باش يستمر حوالي أسبوعين، باش يكون فيه كذلك دور أساسي لأعضاء منظمة العفو الدولية في مختلف الجهات من أجل جمع التوقيعات لوضع حد للعنف وكذلك وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.